يعني الأمر في تونس ليس هو أمر النهضة ولا أمر أي حزب من الأحزاب، نعم هناك شعب يتحرك، هنالك شعب يعني السكين بلغ العظم، ولم يعد هنالك متسع لصبر. وهؤلاء الشباب لم يتربوا في عهد النهضة في السبعينات أو الثمانينات، هؤلاء كلهم تربوا في غياب النهضة وفي غياب الأحزاب كلها. هؤلاء هم أبناء بن علي، هؤلاء هم أبناء 7 نوفمبر، هؤلاء رباهم 7 نوفمبر وخرجهم ثائرين ضده. أنا شخصيا أشعر بأني قد أسهمت، والحركة التي أمثلها أسهمت إسهاما كبيرا في هذه الثورة المباركة. هذه الحركة كانت ضحية عنف أدى إلى سجن الآلاف منها، ونحن معتزون بذلك ومعتزون بتمسكنا بالنضال السلمي. طيب شكرا. لم نرفع السلاح مثل فعل غيرنا ذلك، بل تمسكنا بالنضال السلمي ووجهنا بن علي بنضال سلمي، واسقطنا بن علي مع الشعب التونسي ومع الشباب التونسي بنضال سلمي. أين كنتم خلال الثورة؟ السؤال يطرح مرة ثانية، أنا أطرحه بصيغة أخرى، أين هي الأحزاب؟ أين هي حركة النهضة؟ وأنا الآن أواجه زعيم هذه الحركة، أين حركة النهضة؟ ربما شقها في المهجر وهو الأقل، يعني اعتصم أمام السفارة وقدم ما يستطيع، ولكن شقها في الداخل يبدو مع الاحترام طبعا خائفا ربما من ويلات السجون، خائبا من ملاحقة، لم يظهر له أي حراك ولا مشاركة. هذا الخوف ليس خوفا ليس عيبا، متخيلا. هؤلاء الذين تتحدث عنهم أمضوا 20 سنة في السجون، 20 سنة بكاملها، خرجوا بأبدان منهكة مرهقة بأوضاع اجتماعية منهكة. هؤلاء تنتظر منهم الآن أن يقودوا التحرك. في الحقيقة النظام الدكتاتوري قضى على شيء اسمه معارضة في تونس. واسقطنا بن علي مع الشعب التونسي ومع الشباب التونسي بنضال سلمي. يعني نحن مناش مرشحين انفسنا للحكم. لن تاتي حكومه في المستقبل ان شاء الله ما فيهاش حركه النهضه، ولن يقوم برلمان ما فيش تيار اسلامي قوي مؤثر. معاش البلاد ممكن تسن سياسه وتقرر قرارات بدون مشاركه حركه النهضه ان شاء الله. لقاؤنا القادم بكم أيها الإخوة موعد مهم جدا، هو موعد 24 جويلية إن شاء الله، موعد انتخاب المجلس التأسيسي الذي سيترجم بداية الترجمة لدماء الشهداء إن شاء الله. والسلام عليكم. فلا تتخلفوا عن ذلك الموعد، لا تتخلفوا عن موعد 24 جويلية. يقولون بأنكم وكأنكم تريدون للآخرين أن يقوموا بدوركم، أن يمهدوا الطريق لكم للعودة. يعني التغيير والإصلاح الذي ترفعونه يتطلب ضريبة، الضريبة هي أن تواجه الآخر، فلماذا لا تعود؟ يعني السجون التونسية الآن فيها ما لا يقل عن 5000، 3000 منها يقولون من الشباب، شباب الصحوة الإسلامية، وتوقع آلاف التحقوا بهم هذه الأيام في ظل هذه الانتفاضة، لأن هناك عملية، يعني هناك حتى مطرب قيل بأنه اعتقل شاب، اعتقل لمجرد أنه توجه برسالة لرئيس البلاد، قالوا يا رئيس نرى ثم بطالة ورأوا ثم ظلم، فكان نتيجة الشاب هذا أن انضاف. طيب هذا هو السؤال، لماذا هذا الشاب وغيره يواجهون السجون بصدور عارية ولا يبحثون عن الهجرة، وأنتم شيخ راشد ومنصف المرزوقي ومن معكم؟ قلت أنا موجودين 5000 في السجن، تريد أن تضيف لهم بعض مساجين آخرين؟ يعني تحركوا داخل السجون، يعني سنحرك هذه المياه الراكدة؟ تحركوها داخل السجون التي اتسعت يوما إلى 30 ألف من أبناء النهضة وقيادتها.
مش عايزة باش تضيف بعض المساجين. هل تريد أن نعزز تمثيليتنا في السجن؟ نحن يعني نظرة الإسلام للانتحار نظرة سلبية يعني. فهذه الروح ليست ملكك يا أخي، هي ملك الله سبحانه وتعالى، هي أمانة عندك، فليس من حقك أن تضع حدا لها. ولذلك الانتحار جريمة في نظري الإسلام، وليس مكرمة وليس شهادة. لكن شبابنا وهو قائد الثورة وصنع الثورة وانطلق من الجهات المعدومة، من الشهيد بوعزيزي رحمه الله اللي احترق بدنه، ولكن احترق بل ما يتحرق البدن متاعه، احترق شيء داخله، هو أنه حس بأن الكرامة متاعه وهنت. فالجيش هذا هو مجرد احتياطي للبوليس، يعني عندما يعجز البوليس المهام الأكثر قذارة تعطى للجيش.